السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. الأشغال متواصلة هنا بمدينة صخيرات، وبالضبط بالطريق جنبات الطريق الوطنية رقم 1. كما شفتوا معنا جميع لحظة بلحظة كنحاولوا نقربوكم بالأشغال وآخر التطورات. فتحية لليد العاملة اللي كتقوم بمجهودات كبيرة، فريق جدير يواصل العمل صراحة مجهودات جبارة. الله يسخر الأمور يا ربي، مدينة صخيرات في حلة جديدة، الكل ينتظر بفارغ الصبر الأشغال أن تصل إلى جماعة عين عتيق وتمارة. ما شاء الله أجواء جميلة هنا بالطريق الموازية لشارع الحسن الثاني. الصلاة قبل كل شيء ما شاء الله، الله يكون مع العمال ديالنا والله يسخر الأمور يا ربي. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام صور جميلة، صور حصرية هنا بمدينة صخيرات. الأشغال متواصلة هنا صراحة، أمور مميزة اللي صراحة انتظرتها الساكنة سنوات وسنوات، وأخيرا جاء الفرج بعيدا عن الحفار والتكرفيس والعجاجة والغبرة ومجموعة من الأمور السلبية، فاللهم لك الحمد. فهاد اللحظات غادي تبدأ العملية ديال الإسفلت في الجزء الشمالي، فخليكم معنا إن شاء الله غنواكبوا معكم الأشغال لحظة بلحظة. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام الأشغال متواصلة هنا من أمام جوهرة صخيرات لابير دو صخيرات عند السيد عبد العالي عزمي. وتبارك الله ما شاء الله كنشوفوا العمال ديالنا كيقوموا بواحد المجهودات اللي هي كبيرة، والسلامة أولا. فالله يسخر الأمور يا ربي، الأشغال على قدم وساق، عملية الإسفلت متواصلة بالطريقة الموازية لشارع الحسن الأول. صور جميلة، صور حصرية هنا بمدينة صخيرات، فالله يوفق العمال ديالنا صراحة. ملاحظات هنا كنشوفوا الإخوان كيعطيو ملاحظات للسائق ديال هاد الآلة دي، تبارك الله اللي تركيز كبير وكبير بزاف. شوفوا معايا الإخوان، الناس كيركزوا باش الأمور تبارك الله تجي على أعلى مستوى. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام الأشغال متواصلة وتغييرات مهمة. لاحظنا بتراب عمالة صغيرة تمارة في الآونة الأخيرة، مجهودات كبيرة ديال السيد الوالي اليعقوبي اللي صراحة لمسنا مع تغييرات مهمة، القضاء على دور الصفيح، توفير السكن اللائق، فتح مجموعة من الشوارع الجديدة، خير دليل التوسعة اللي كتشمل شارع الحسن الثاني انطلاقا من مدينة صخيرات في اتجاه مدينة تمارة إن شاء الله. هنا الطريق الموازية وعملية التشجير والصور الحصرية اللي ولينا كنشوفوها صراحة، أمور لي جميلة. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام الأشغال متواصلة بمدينة صخيرات، صور جميلة. الطريق الموازية لشارع الحسن الثاني في حلة جديدة بعد عملية التشجير، هنا عملية الإسفلت. الله يسخر الأمور في انتظار نهاية الأشغال، أكيد غتابعوا معنا صور حصرية إن شاء الله جميلة مغايرة على صور اللي كانت عليها مدينة صخيرات. شوفوا معايا تبارك الله، الأشغال ستستمر إلى حين نهاية الشارع، فاللهم بارك والله يسخر الأمور والسلامة أولاً.